أنت ترى، أنت درست هذه المسألة ورأيت أن الجمهور وإن كانوا قالوا هذا القول ولكن أدلتهم ليست قوية، كما في هذه المسألة. أنا ضربت لكم مثال لقضية إيش؟ الدم المسفوح، مع أن الجمهور أو علماء حكوا الإجماع على أنه دم نجس، ولكن رأينا الأدلة تخالف قول الجمهور، تخالف هذا الإجماع، فأخذنا هذا القول. لماذا؟ لأن يقول لأنه يتعين يتبين لك أن الصواب مع خلافه، ولكن في الأمور العادية أو في الأمور في الحالات العادية تستطيع أن تأخذ قول الجمهور. لماذا؟ لأن قول الجمهور يعني أقرب إلى الصواب، لأن كما هو ظاهر، كما هو ظاهر. ولهذا كان العلماء في الحديث يرجحون الحديث الأكثر عددا على الأقل، عندما كانوا يرون يشوفون الحديث الأول أنها رواته أكثر والحديث الثاني رواته أقل، ماذا يرجحون؟ الذين رواته أكثر. ويسمون المخالف للأكثر شاذا. لهذا تجدون في مصطلح الحديث أن الحديث الشاذ من هو؟ الذي خالف رجل أو ثقة، الثقة الثقة أوثق من هو أوثق ثقة من هو أوثق منه أو من أو الثقة. هنا ليس فقط أوثق منه، يعني هذه قضية، يعني وإن كان فيه شاذ، مثلا الشاذ يعني نأخذ لفقرة ثانية، ما رواه الثقة مخالفا للثقة، أليس كذلك؟ أو ما رواه الثقة لمن هو أوثق منه، هذا جهتين. ولكن هنا هنا نركز على جزئية واحدة، ما رواه الثقات ثقة، ما رواه الثقة مخالفا للثقة، للثقات للثقات ليس بالثقات. هناك